نتابع. لحظات مميزة يعيشها الخادم الذي يبدأ حياة جديدة مع الناس عقب دعوته للكهنوت. صباح السبت رسم نيافة الحبر الجليل الأنبادوماديوس أسقف السادس من أكتوبر وأوسيم وتوابعها كاهنين على إبراشية أكتوبر خلال قداس إلهي حضره العشرات من الآباء الكهنة والشمامسة والمئات من شعب الكنيسة. نشكر ربنا النهاردة قمنا برسام اثنين من الآباء الكهنة كانوا خدام طبعا في كنائسهم. أول واحد أبونا بنيامين كان خادم في كنيسة المنصورية ومشهود له والأب محبوب جدا. طبعا احنا رسمناه لأن الخدمة فيها توسعات كبيرة. كان أبونا يوسف فهمي بيخدم في الكنيسة دي كنيسة العذراء والأنبا كنيسة العذراء بالمنصورية والخدمة توسعت جدا عند أبونا، مسؤول عن السجون ومسؤول عن خدمة المشردين في الشوارع ومسؤول عن برضو خدمات كثيرة في الملاجئ. أما أبونا صدراك فطبعا هو والده كان المتنيح أبونا صدراك وبصراحة مشهود له بالتقوى، والأب كان فاضل جدا وولاده نفس الحكاية. عندنا أبونا شاروبيم ابنه رسمته من سنة كده ونص ولا حاجة، وفي الثاني المهندس كان اسمه المهندس هاني، وبعد كده رسمناه على كنيسة العذراء وابونا عبد المسيح في الحي الخامس بستة أكتوبر. دي كنيسة جديدة وكنا بندور لها على كاهن من فترة كبير مش لاقينا، وربنا بعت لنا أبونا صدراك عشان يكون هو الكاهن بتاع الكنيسة دي. كانت الأول صعبة بالرسامة بس وبالدرجة الكهنوتية اللي اخدتها يعني، وزادت أكتر بالاسم لأن ده اسم أبونا صدراك والدي المتنيح من حوالي 14 سنة، فالموضوع زاد مشاعر صعبة جدا ومختلفة جدا، بس ربنا يدبر ويدير الأمور الفترة الجاية يعني. هو الواحد لسه كنيسة جديدة، وأول حاجة يعملها طبعا الافتقاد، يحاول إن الشعب يقدر يعرف كنيسة ويقدر يجي، وبعد كده ناخد واحدة واحدة مدارس أحد ونبتدي المشوار يعني من الأول وربنا يكمل. بيبقى الواحد فكره كله مشغول إنه إزاي هيخش على المكانة العظيمة دي، هو شايف طبعا إنه ما يستاهلهاش يعني، دي من غير تواضع يعني، دي حقيقة أي مبقاش الواحد مستاهلها ولا عارفها. فبيبقى التفكير ما بين صراع نفسي يعني شوية، إنه أنت ما بين طبعا مش قد البركة الكبيرة دي ومش قادر ترفضها، وفي نفس الوقت هي عمرها ما جت في دماغك ولا جت في تفكيرك، لكن بتشوف ان ربنا بعتها وبعتها اكتر من مره، فبتبقى بتحس ان انت بتسلم نفسك وخلاص يعني، بس هي بتوصل للمرحله دي في الاخر يعني. مشاعر يعني صعبه خالص، ممزوجه من الحزن والفرح يعني، حزن وفرح يعني، مسؤوليه كبيره، واطلب من المسيح معونه يعني ان ربنا يقدرني انا اكون قد المسؤوليه دي. عايز اهتم بمدارس الاحد ابتدائي، ان هو ده الجيل اللي طالع يعني، ربنا يقدرني يعني يكون كده فعلا. كان في حاجة واحدة بس قدامي، آية اللي هي سلمنا فصرنا نحمل، فكنت سايب كله على ربنا يعني، فربنا هو اللي عايزني هو يسندني يعني. في الوقت الذي يبدأ فيه الكاهن إنكار ذاته والتركيز على احتياجات الناس ومتطلباتهم، يشعر أهله وأسرته أيضا بفخر وببركة جديدة تدخل بيوتهم مع دعوات بسندة إلهية لأبنائهم الذين أصبحوا آباء. مشاعر ما تتوصفش لما يكون البيت كله كده، بجد مش قادرة أعبر عن اللي أنا فيه، شعور جميل قوي. هم طول عمرهم من صغرهم وهم يعني قلبي حاسس بيهم إن هم يطلعوا كده. صدقني أبونا صدراك بجد شخصية جامدة جدا، يمكن تعرفه، كان مهندس ومحبوب للناس كلها، والأهل والأصدقاء وكلهم بيحبوه قوي. بتقول ربنا يستر طريقه ويحافظ عليه ويسنده عشان الأيام اللي احنا فيها دي يعني، بدعي لهم في كل خطوة سلامة. صدقني أنا فرحة حلوة قوي قوي، مبسوطة بيه قوي، وخايفة قوي قوي، مش عارفة، شعور غريب كده. وربنا يسنده، بدعي له أن ربنا يسنده ويقف معي أهم حاجة. الكاهنان سيبدأان الخدمة في منطقتي المريوطية والسادس من أكتوبر بعد 40 يوما يقضونها بالدير، وهي مناطق تحتاج إلى الكثير من الاهتمام والرعاية والخدمة النشيطة التي تركز على احتياجات شعب المسيح وتقوده للسماء.
كهنتك يلبسون البر وأتقياؤك يهتفون، خادمان جديدان يبدأان الزرع في كرم الرب، القس بنيامين طلعت والقس صدراك الكم الصدراك. نطلب من الله أن يعطيهم الحكمة والمعونة في خدمتهم الجديدة، وأن تثمر هذه النعمة وهذه الخدمة 30 و60 و100. من مطرانية السادس من أكتوبر، فريد أدوار، سي تي في.